ارجع بقى المكتوب عليا اكرم حسني. احنا اكرم معانا على التليفون؟ لسه ما دخلش على التليفون. دخل على التليفون معانا كرومي. تليفون. الو. ده انت ايه جو كرومي؟ ازيك يا اكرم؟ انا اقدر ما بقاش على التليفون. انت حبك بس شاور كبير والاول والاخير اخويا اخويا عشره عمر. طيب. اكرم دايما رافع راسي كده مفرحني حبيب. قدام زملاتي. لا ده انت اللي تشرف اي حد وحد. لا يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب. والف الف الف مبروك على المسلسل اللي من الحلقه الاولى مكسر الدنيا يا اكرم. الله يبارك فيك يا يوسف. الله يبارك فيك. بس دي كما جرت العاده يعني. الحمد لله والله فضل من ربنا. اكرم انا دايما اقعد اقول ان انا شهادتي مجروحه فيك، فكل ما هتكلم عنك هتلاقيني دايما بتكلم بشكل ايجابي. بس انا لافت عشان نظري عشان الناس بس عارفين ان احنا اصحابي. اصحاب دي عيشه يا طه عمر. ده احنا اخويا يا طه اكرم. يا نهار ابيض. أيوة. مش عايز اقول اسرار كتير بس تمام. بص احنا على الهوا. اكرم قول لي بقى، انا لافت لنظري جدا ان انت في اكتر من مسلسل فاتوا بدات تعمل الحان وتكتب كلمات وتعمل اغاني لطيفه خفيفه. ايه اللي خدك الناحيه دي يا اكرم؟ والله بص انا بحب موضوع الاغاني ده بشكل عام، يعني بحب اسمعها. صح. واكتشفت بقى لي فتره كده اني يعني بحاول اوظفها كده جوه المسلسلات والافلام والحاجات دي، وبلاقي قبول عند الناس، يعني دايما بيرجع بيجي لي فيدباك حلو. وانا بحس ان انا ببسط بصراحه وانا بعمل الاغاني، سواء على مستوى الكتابه. انا ما اقدرش اقول ملحن يعني، بس انا ساعات بيجي لي جمل لحن كده ايه تخدم على الفكره اللي مكتوبه فبيسموني ملحن، لكن انا لا دارس موسيقى ولا ملحن. هي جمله بتيجي في دماغي بوظفها. بس انت من زمان بتعمل كده، من ايام ما كنا مع بعض في نجوم اف ام كنت بتشتغل على حاجات متعلقه بالتترات بتاعه البرامج بتاعتك وحاجات كده. ما بقول لك انا بحب فكره انا راجل بحب المزيكا، بتخرجني دايما من المود. فانا يعني بعتبر ان الاغاني دي واحده من الادوات كده اللي بتخدم على الشغل فبتبسط بيها. كلمني عن مكتوب عليا. مكتوب عليا مسلسل بدانا نشتغل عليه من حوالي 7 شهور بشكل، ومش بقول كلام والله يعني مثالي ولا مزاجي. لا لا عارف. بس هو احنا بقالنا 7 شهور بنشتغل يوميا يوميا، انا والاستاذ خالد الحلفاوي المخرج اللي انا بتفائل بيه جدا وبكن له كل احترام وتقدير، لان هو فعلا يعني فنان ابن فنان وما بيبخلش على شغله باي مجهود، وعنده وجهه نظر ودمه خفيف وعنده ضمير، يعني كل الحاجات الحلوه. مع المنتج كريم ابو ذكري وخالد وكريم احنا عملنا مع بعض الوصيه. صحيح. فانا مبدئيا كده متفائل، يعني من اول ما بدانا نقول في فكره ونشتغل مع بعض كان عندي تفاؤل. زاد على كده السيناريست ايهاب بليبل. كان جايب لنا فكره المكتوب عليا، الشخص اللي بيتكتب على دراعه والاحداث اللي هتحصل. فعجبتنا الفكره وقعدنا بدانا نشتغل عليها ونطور فيها لحد ما اهو احنا ده النهارده تاني يوم، والناس الحمد لله الحمد لله فضل من عند ربنا بيشكروا في المسلسل. طب لمن لا يعلم، هو اكرم حسني من اكتر الناس المنظمين اللي انا شفتهم في حياتي، امبراطور القلم والمسطره والجداول وبالفريم مش بالثانية. بس بقى عشان ما اقولش للناس انكم كنتوا بتقعدوا تتريقوا عليا وانا بعمل الحاجات دي. ده صح برضو. ايوه اصل احنا مش معقول نخش الاستوديو نلاقي اكرم قاعد جايب ورق وقاعد عمال بيسطر وبيعمل جداول لكل عشر ثانية بدون مبالغة. اكرم بيعمل كده. اكرم انت لسه بتعمل كده في الشغل بتاعك في مسلسلاتك؟ بتقعد تقيس بالمسطرة؟ انا لو وريتك الورق التحضير بتاع المسلسل بالجداول بمشهد مشهد بمين الممثلين بالملابس عامله ازاي، يعني كده كده في اقسام بتعمل ده، الاخراج والملابس والديكور. انا بقعد اعمل تفريغاتي انا الشخصيه عشان ابقى داخل كل مشهد عارف مين الممثلين اللي فيه، عارف حاله المشهد ايه، عارف علاقتي بالناس اللي انا جوه المشهد دول، احنا في حاله حب ولا كره ولا عداوه، يعني هو نفس الجدول ما اتغيرش. اكرم انا هقول لك على حاجه حصلت اول امبارح. محمود اخو مراتي قال جمله لطيفه جدا، كنا بنتفرج على البرومو بتاع المسلسل اول امبارح. فقال لي بالظبط كده، قال اكرم من القليلين اللي عرفوا يخرجوا بمنتهى البراعه والسلاسه من الشخصيه الواحده. والله بص يعني مش عايز ادعي ان دي شطاره قد ما هو توفيق من ربنا. انا اجتهدت ان انا ما احبسش نفسي جوه شخصيه ابو حفيظه. وقعدت سنين على يدك يعني بحاول مع المنتجين اقول لهم يا جماعه ما تعالوا نخرج وتعالوا ممكن نعمل ده وممكن نعمل ده، وعاده يعني بيبقى جهه الانتاج عايزه تلعب على المضمون.
فهو انا اجتهدت بصراحه وسعيت، والتوفيق بتاع ربنا، ربنا كرمني كرم كبير جدا في ان انا اطلع اخرج من شخصيه ابو حفيظه وما اخرجش خسران. طب خليني اسالك سؤال يبدو فلسفي حبه اكرم، معلش بس عشان الناس متعوده على اكرم انه الممثل الكوميدي اللي بيموتنا ضحك، بس هم مش عارفين ان اكرم كمان راجل دايما عنده فكره، وده بجد والله مش مجامله بقى، انت عارف يعني انا مش هجاملك. الكوميديا الحلوه يا اكرم، انت دلوقتي تقريبا 16 سنه صح؟ 16 سنه كوميديا تقريبا. الكوميديا الحلوه اللي المصريين بيحبوها تركيبتها ايه؟ توليفتها ايه؟ دي معادلة في منتهى الصعوبة، عمرك ما تقدر تقول تركيبة الكوميديا اللي تنجح ايه ولا سر الخلطة ايه، لان لو تعرف كان كل الناس عملته. زائد ان احنا كمان الشعب المصري او الوطن العربي بشكل عام احنا عندنا خفة دم كده بالفطرة، ربنا خلقنا ناس بنحب الضحك وبنحب الهزار ودمنا خفيف، فانت عشان تخاطب ناس دمها خفيف دي بتصعب المسؤولية عليك انك ازاي تضحك واحد دمه خفيف. صح. فالواحد بيحاول يجتهد يشوف زوايا مختلفة من خلق المواقف اللي تطلع ضحك، وفي الآخر الجمهور حساس بيحس انت تعبان على ده ولا لا. فهو ما عندناش والله سر خلطة، هو الواحد بيجتهد، والناس عشان بس دمها خفيف وربنا يعني بيبقى كاتب لك كده ان يلا هجازيك على تعبك، فبيقولوا ان احنا دمنا خفيف. عمرو عبد الجليل عامل معاكوا ايه؟ الو اكرم، هو الشبكه تقريبا مش الطف. أيوة. حاجه انا بصور. بقول لك عمرو عبد الجليل عامل معاكوا ايه؟ يا نهار ابيض على اللذاذه يا جماعه، يا نهار ابيض على اللذاذه وخفه الدم التلقائيه اللي مش محتاجه حاجه، يعني استاذ عمرو من غير ورق ومن غير سكريبت ومن غير حاجه بيموتنا من الضحك، فما بالك بقى لما يبقى مكتوب نص فيه مواقف بتضحك، فيه فرضيات بتضحك. هو الاستاذ عمرو انا من حظي صراحه ان انا بشتغل معاه، وهو اضافه كبيره جدا مش لي انا بس لاي حد بيشتغل معاه، وهتشوفه ده من اول ظهور ان شاء الله باذن الله. انت هتخلص تصوير امتى؟ يعني مفترض ان احنا النص الثاني من رمضان، ممكن يبقى يوم 20 رمضان في الحته دي. حلو. وتنورنا في الاستوديو ده امتى؟ ده انا ليا الشرف في اي وقت، انت عارف انا احب اكون معاك في اي مكان. حبوبي قول لي كلام مش كلام هوا، قول لي كلام مش كلام هوا. انت عارف والله اخلص وابقى معاك اللي انت تؤمر بيه. توكلنا على الله، الامر لله، ربنا يا رب يوفقك يا اكرم ويزيدك وتبقى اسطع نجوم الكوميديا في العالم يا حبيبي. ربنا واشوفك وانت بتستلم احسن الجوائز في الدنيا، مش بس اوسكار خلاص بقى اتلطت، مش مشغولين بيها. حبيبي يا اكرم، ربنا يا رب يوفقك. ميرسي يا جو، دايما كده ظهر في ظهر بعض وسند لبعض. يا رب دايما يا ربنا ما يحرمني منك كده ولا من جدعنتك دايما. يا رب يخلينا دايما لبعض يا اكرم، دي اخوه وعيش وملح قبل ما تبقى زماله وصداقه. ربنا يخليك يا اكرم، كل الشكر لنجمنا الكبير اكرم حسني.